خرجت بكرة من الصباح نسرح وذاك الشي وقع مع العشرة. كنت صغير حتى جاو هما جاو على غفلة وهزوني ربعة اللي هزوني دخلوني للبيت، هما ربعة اللي داني بالعيد ومحمد وجمال وأيوب، هما دخلوني الأولين وصالح وجمال هما اللي بقاو حاضرين ليهم. جوج هزوني من يدي وجوج هزوني من رجلي ودخلوني لاحوني في البيت، وذك الربع من دخلوني عيطوا على الاخرين اللي بقوا حاضرين صحابهم، عيطوا عليهم حتى هما دخلوا صحابتي. ما انا ما كنت صاحبهم باغين يجيو يديروا لي داك الشيء، كنت انا صاحبهم باغين يجيو غير كيلعبوا معايا وصافي، هما ولاد جيراننا صافي. توقع داك الشيء ما في راسنا ما تعاود. حتى جات مقارب دازت شي 15 يوم ولا شنو هي، حتى جات الدري الصغير هو اللي غادي يجيب لنا اخبار. انا ما كاينش طالع للمدينه، جات الدري الصغير قال لي يا ماما راه سمع الدري تيقولوا شي هضره على سلمى، اذا راه عندها شي حاجه. ملي جات هضرت مع امها صافي الدري بالكتب كي قالت لها شنو كاين، قالت لها فعلا راه كاينه كاين وكاين وكاين. حدي انا ديك الساعه تاثرت ملي داك تلحت كوما الغد ليه في الصباح، بقينا نتسنى ومشات واحد الدريه اختي داتها، حنا ما قدرناش ندوز ديك الدريه عند الطبيب. الدريه اختي داتها بقات تسنى في الطبيبه حل دوزتها هي الاولى. جات ملي جايبه الدريه اللي هي تعرضنا لها في الباب شنو كاين، هي غوتت حنا غوتنا وورتنا الشهاده، قالت لينا ندوره ما كاين، راه الدريه مكرفسين عليها كاينه وكاين، راه الطبيبه اللي دوزت لها راه اطر عليها الحال. ولدي الصغير اختي ولي تعاود لي كيفاش مع الخمسه ديال العشيه، قال لي يا ماما بغيت نقول لك واحد الحقيقه. قلت لي قول لي شنو كاين اخوي، شنو كاين ولدي؟ قال لي بنعاود لك على سلمى شنو طاري لها. قلت لي شنو كاين؟ قال لي راه تكرفسوا عليها الدري. قلت لي شكون هاد الاولاد؟ قال لي جوج ولاد بالعيد ومحمد هما اللي قال لي لقيتهم. قال لي تيقولوا المروان غاعطيني 40 درهم شنو لا نقول، اعطيني ولا نقول. قلت لي شنو واقع؟ قلت لي شنو واقع ولدي؟ قال لي راه سلمى مني قال لي حط الخبز من فمها قعدت تتبكي قعدت تتبكي. قالت لي يا ماما تكرفسوا عليا. قلت لي هو امتى؟ وقالت لي تحلفوا عليا. قال لي ما تقوليهاش لماماك ما تقوليهاش لباباك. من ديك الساعه من خرج كل شيء خرج ما لقيتهم، مشاو هرب لقيتهم باقيين، بقاو كيقولوا لي ولا قلت لشي واحد حتى نذبحوك، بقاو كيقولوا لي قلت لماماك ولا لباباك نذبحوك. ماشي غير هذاك النهار وصافي، دائما بقاو كيجوا عندي وكنسرح كيبقاو يدون، كيبقى يقول لي يلا ولا قلت لماماك باباك حتى نذبحوك، كيبقاو يحطوا عليا الموت هنا، كيبقاو يقولوا لي يلا قلتي حتى نذبحوك. عاد كتقول لي يا ماما ماما شنو كاين؟ ماما شنو كاين؟ كنقول لها حنا ما كاين والو ابنتي، خاصك تقولي لها ما كاين لك والو، اسكتك. قالت لك لا قولوا لي شنو كاين. من ديناها على الطبيبه وجبناها كتبكي، قالت لك انا شنو عندي؟ قلنا لها قولي ما كاين والو، قلنا لها ما كاين والو. يعني هي ملي وقع على داكشي ما فهمت حتى حاجه، لبست زروالها وجهها ما فهمت حتى حاجه. قالت لك ماما قالت لك ما كاين حتى حاجه. ماما قالت قولي لي شنو كاين. يا بنت من طوقدين الصداع وبابا مشى للسبيطار، بابا تسقى مشى للسبيطار شنو كاين؟ قلت لها ما كاين حتى حاجه. منيتي باش ما تهربي باش ما ديري حتى شي حاجه تمشي لك شي بلاصه. دابا 4 ايام ملي وقع لي هادشي عايش هنا، قلت لك قبل ما والكينه صايب باش هذا هو اللي مأثر عليا. ودابا تتشوف مسوا لك الكرامه ديالك، داو لك الشرف ديال بنتك. اشوف ما تتشوف الحياه بحال كملوك الحياه قدامك، ما بقاش عندك فين زيد الحياه قدامك، حيدوا لك هاد الناس هاد ما بقاش عندك. زائد من هادشي الدريه خرجت لي من المدرسه قالت لك ما بقايش نخرج، اختها كتقرا قالت لك انا خرجت من المدرسه ما بقايش نمشي، طايحه مري. قالت لك يضحكوا عليا البنات ويضحكوا عليا الاولاد ويضحكوا علي، ما بقايش نخرج. دابا هادشي كاع ما داك هادشي واقع، وخايف انا يبركوا لي على الحق ديال بنتي وما يبانش. هذا هو اللي اثر زادني ثاني، ما بقات عندي لا خدمه لا والو، كنت انا وماشي عندي شي خدمه موظف ولا شي حاجه، نخدم غير بدراعي وديك ما بقاتش عندي ديك القوه ولا شي حاجه باش نخدم. اثروا عليا. دابا هنا الدراري مشاو عند الجندارم معترفين كلهم، ها كيفاش ها باش دينا بالموس ها بادي ها بيت. ملي دزنا والبار عند
الوكيل جمعو طو قال لي لا الهضره ما كايناش. طلعنا عند قاضي التحقيق قال لي الهضره ما كايناش. عطاونا واحد الورقه ديال الحضور قال لك نهار 21 في شهر 6 ترجع. انا درك غتبقى ليا الى حياه عندها الى جواج عندها الى خدمه عندها كي غديري تشوفها قدامك قاعده قدامك كي غديري لهاد الحياه عندك يلا وريني كي غديري لهاد الحياه عندك قاعده قدامك كتشوفي فيها تضيع لا خدمه لا حياه لا قرايه لا والو كي غديري ليها لا ياخذ فيهم الحق كي غديري لهاد الدريه تشديها عندك شحال لك من عبدي غتشديها لا ياخذ فيهم الحق